بعد تنصيب المجلس الوطني للبرامج ومباشرة عقب بداية أشغاله، شرعت الأسرة التربوية في تقديم مقترحات من أجل إصلاح جذري في المناهج التربوية لتخفيفها الذي يؤدي بصفة مباشرة إلى تخفيف المحفظة. الأستاذ نلاحظ أنه يتسابق مع الزمن ويسارع الزمن ويتسارع مع الزمن من أجل إتمام برنامج حشو المعلومات لدى التلميذ، والتلميذ ممكن نحن نعرف أن هناك فروقات فردية، والفروقات الفردية هذه تتماشى من كل تلميذ إلى آخر. نركز على ثلاث مفاتيح أساسية اللي هي مفتاح القراءة، مفتاح الكتابة، ومفتاح الرياضيات اللي هي الحساب. في الحساب نركز عليهم بالأساس، أما المواد الأخرى تاريخ وجغرافيا وكذا نستطيع أن نؤجلها إلى مثلا متوسط، أو ليس للمتوسط، قد يكون السنة الخامسة مثلا في آخر المرحلة نشير له بأن هناك تاريخ وجغرافيا، هناك كذا. التركيز على تعزيز اللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية والإنجليزية بدرجة أولى كما هو تصنيفها عالمياً يعتبر من أهم المقترحات المطروحة على طاولة المجلس الأعلى للبرامج. نستطيع أن أستاذ الفرنسية نكونه تكويناً بيداغوجياً أساسياً من طرف مختصين ويصبح أستاذ أنجليزية لأنه أصلاً هو لغات. إذن هذه فرصة مواتية لتحويل البرامج، تحويل المناهج بالتوازي مع اللغة العربية، بالتوازي مع الأنجليزية، ونخرج بتفتح على العالم. مادام اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى عالمياً، نقوم بإدخال اللغة الإنجليزية لمستوى التعليم الابتدائي في السنة الثالثة التعليم الابتدائي لكي الطفل يستطيع التواصل، لأن الآن كنشوفوا وسائل التعليم الاتصال الطفل في بداية السنة الأولى تاعو يستعمل الهاتف، ونلقاو الأطفال أنهم يتكلموا اللغة الإنجليزية لأن كل البرامج الموجودة ب 70 أو 80% كاين اللغة الإنجليزية. التساؤل الذي يدور في خاطر الجميع هو متى نشهد هذا التغيير وبأية طريقة سيكون؟ لازم تعرفوا عندها تقريبا 17000 مؤسسه تربويه، مين يجيبوا 17000 الى في الانجليزيه لازم يتكونوا. انا نظن ممكن، قلت ممكن ابتداء ممكن من السنه المقبله ان شاء الله، على الاقل راح تكون كما يقولوا الطبعه الاولى راح تكون في انتظار التحسين. وانا نظن في التربيه وفي البيداغوجي ما كانش معناها برنامج هذا العام على 20 سنه، لازم دائما يتاقلم لان الحداثه راهي تمشي. يعتبر ملف إعادة البرامج والمناهج ضمن أولويات وزارة التربية تمشياً وما تمليه الحكومة من قرارات، خاصة وأنه المطلب الذي لطالما نادى به الجميع من أولياء التلاميذ إلى كافة المؤطرين.